دواك الله ام محمد. دوا حالك. ولو ماكو شيء رسمي لحد الان، بس يقولون دوام المدارس على الابواب، وابنك محمد من عطلت المدارس بسبب الكورونا من بدايه شهر الثالث لليوم ما لازم له كتاب، واعتقد يحتاج الى مراجعه حتى يشوف دروسه زين. اي هو من يوم العطله نسى دروسه وانتهى بالموبايل، على وقت راجع لي. راجع لي اراجع له، ليش ما اراجع له؟ غير ابني هو محمد. محمد محمد ها ابوي ها ابوي بخدمتك. عندك خاتم ورا الكراويته؟ خذيت رقم الشاصه حتى سقطت كراويته واجيب قنف، انت ما ترضى تجيب، شو اسوي؟ تعال 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 اي ابوي صار بخدمتك. اشتر منا 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 افتر اي منا افتر صار تلقاني ابوي تلقاني يلا اي تلقاني. هاي مني وهاي امي. اول مره اشوفك من فوق، شلون؟ اقعد يمي. تحتاج شيء؟ لا اقعد وليد. اقعد ابوي. اسمع وليدي حبيبي ابوي، روح جيب كتبك الدراسيه وتعال، خلي الراجع انا وياك الدروس لان الدوام راح يبدي. بابا الله يخليك، انا من ايام الدوام ما انددت كتب، لو هسه تريد اندد اجيب طاولي؟ طاوله انا وين احكي هو يحكي طاولي. كتبك بالجنطه والجنطه بالكاونتر. المنظمات لو شي فرط جاضميتي. روح بليد روح روح على كيفك وياه شوية شوية، خاف ناس دروسه. هسه أنا إيش عندي وياه يا مرة؟ إيش عندي وياه؟ رجال أريد مصلحتي. أيوة يسوي يعني شلون؟ اجي هل هل أنا قلت لك الجنطة بالكاونتر، المن جايب الطاوة؟ جايبها درع درع. أنت شايفة طراق رجلك؟ ها بابا ها جبت الجنطة. هاي الجنطة بابا. حبيبي حبيبي خلي بالك يمي، هسه طلع لي كتاب الرياضيات. رياضي؟ لا بابا الرياضيات سهلة، طلع لك الفنية. ابني طلع الرياضيات. طلع لك كتاب حياتي عين. إن شاء الله إن شاء الله الرياضيات. هذا أبوه ما يقبل يطلع، يقول كورونا. شنو؟ تفضل تفضل هذا كتاب الرياضيات. تفضل تفضل بابا. هذا كتاب العلوم. سبحان الله، شوف الدنيا يا يمه. شوف الدنيا يا أبوي، ما تدوم لحد. ولا هذا رياضيات يصير علوم؟ يطلع لي الرياضيات، شنو هالحكي هذا؟ اي بابا شويه تخربطت. تفضل هذا الرياضيات. تفضل بابا انا حاضر، رياضيات سهل اصلا عندي. ابني شو اسوي له؟ ما تقولي لي شو اسوي له؟ بخدمتك انا. اقول لك باباتي محمد. ها بابا. ايش تذكر من جدول الضروب؟ جدول الضروب؟ اتذكر بس الضرب. بس الضرب. زين. اثنين في اثنين. اثنين في اثنين؟ في حرف جر. شنو حرف جر؟ شنو حرف جر؟ اقول له اثنين في اثنين يقول لي حرف جر. في حرف زين. خمسه في ثلاثه ايش قد؟ خمسه في ثلاثه لا هاي يطلع خير من الله. امل تعال شوف ابنك ترى ولا طق. اي طبعا مو صار له 9 أشهر مو يم الدراسه، باله يم التليفون. تكلمتي بالتليفون بس انا مكتول مكتول يا عايز حالك بعد. يلا عوف الرياضيات. عوف عوف خلينا نشوفك بالعلوم بالله. هذا العلوم لا زين، عندي سلعوم اعرف اجاوب. انا مسيطر بالعلوم، العلوم سلعومي هذا. تفضل. ما هو الجهاز الهضمي؟ معاشري هضمك يابا، معاشري هضمك وانا موجود. قل لي ياهل هضمك بس اشر لي علي. هاي انا يمهبجها يا ابوي بس قل لي. انت وين تحكي؟ انا وين؟ اقول لك جهاز هضمي قل لي معاشري هضمك. زين هم عوف هذه. عوفها. شوف لي اصعب، شوف لي اصعب. اشوف لك اصعب، اصعب ويا وين الاصعب؟ ماذا يوجد في القلب؟ رواء. شنو؟ رواء. يا رواء. هي بنت حلال، حاطها بقلبي. اسمعيني امل خاتون. ابني شراد له تأسيس جديد، ناسي كل شيء. بس ما نسيتك ابوي، ما نسيتك. انت ابوي اللي ربيتني، وانت اللي تقتلني من الضوج، وتقتلني من تروح الضوجه، وتقتلني من تخسر برشلونه. الله يساعد الاهل والطلاب والاساتذه، شلون راح يتعاملون هالسنه بالدراسه؟ يقولون الدوام راح يصير الكتروني عبر الانترنت، ويقولون كل صف راح يصير به 12 طالب. زين الدوامات الثلاثيه شلون راح تصير اذا كل صف ب 50 طالب؟ هاي شلون؟ انا فكرت بهذا الموضوع بابا، يعني انا ممكن انه ابقى بالبيت وافسح المجال لزملائي. انت تسكت لا افسح راسك بطابوقه.
بيت ليش ضامك؟ ليش ما حركتي؟ ودي واحد شوف 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 ما يوديني من يفسح لي رياضيات انطيني علوم لازم يطلع ويخمس ما يحرك يا تلفون رواق يا عيبات يا على كيفك وياه؟ لا لحظة أنا قاعد بعد ديكو إلي يلا زين العفو على وقت الله يساعد الأهل والطلاب والأساتذة شو راح يعملون هم السنة؟ شو راح يتعاملون السنة؟ ها ها منها تريد؟ منها تساعد منين منين؟ وين؟ وقف هاي طاح الكبنك لحظة الكتب بالجنطة لحظة خليني أعطيك كيو الكتب بجنطتك والجنطة كيو في دور يقولون الدوام راح يصير الكتروني عبر الانترنت ويقولون كل صف راح يصير بيه 12 طالب بس الدوامات الثلاثيه شلون اذا كل صف 50 طالب هاي شلون اسف خبط عليك يلا ما يخاف